والله كانت تشتي الدنيا، وبركت الصبح انه المي مطوفتنا الي وللاولاد وللاغراض لللبس كلياته. كل مطره بصير فينا هيك، بس هلا غير هالطراحتين ما ضل ما عنا امكاني ان نحسن نجيب شمينته ورمل. اذا بدنا نجيب شمينته ورمل نظبط وضعنا ما بيضل عنا نطعم اولادنا الشهر كله. جاينا رمضان نحن 6 اشخاص، هذا مطبخنا، ما حسنا اليوم نشتغل شيء بسبب هالوضع. هذا جوزي مريض بالسكر، يعني ما بخرج لا بيحسن يشتغل، بده تغيير مفاصل. بس هذا الوضع يعني صار كتير، ما بقى احسن اتحمل. والله برد كتير، اغطيه يعني قليله، يعني هلا مثل تغرقت احرامتنا، بدنا نستعير من جيراننا او من حدا لنحسن نيم اطفالنا.